وبشأن تقرير صحيفة الجارديان البريطانية عن التغيير الديموغرافي الذي تقوم به الميليشيات الطائفية في حي القابون في العاصمة دمشق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل السياسي السوري السيد صالح فاضل. أستاذ صالح، بداية مرحبا بك. في تصريح لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، وصف الدمار في سوريا حاليا أنه لا مثيل له في التاريخ المعاصر. أستاذ صالح، هل كان ذلك مخططا له أن تباد الأحياء بهذا الشكل؟ وما هي الغايات والأهداف؟ حقيقة أن النظام الإيراني بتعاونه مع الكيان الصهيوني، بتعاونه مع كل من لا يريد خيرا لأمتنا العربية والإسلامية، يضعون خططا طويلة الأمد لإبقاء هذه الأمة وهذه الدول ضعيفة جدا، وخاصة الدول المحيطة بالكيان الصهيوني. وبالتالي إيران هي واقعة ضمن هذا المخطط التخريبي لتخريب المنطقة، بالإضافة إلى أهداف فارسية عدوانية متأصلة عبر التاريخ. حيثما وجد خير للأمة العربية والإسلامية، تجد أن الفرس يعملون على تخريب هذا الخير. وهذا استقرأ التاريخ من أيام السلطان سليم وحاصر فيينا، ومرورا إلى دعمهم للحملات الصليبية. الفارسيين الفرس الصفويون دعموا الحملات الفارسية التي استهدفت المدينة المنورة واستهدفت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كانت بترتيب صليبي فارسي جدا. فلذلك هؤلاء أعداء هذه الأمة عبر التاريخ. من هذا المنطلق يكون العمل الإيراني والتعامل مع الكيان الصهيوني ومع غيرها. طيب، من الدول في العالم. في تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أشار إلى هدم النظام للأحياء التي كانت تسيطر عليها المعارضة سابقا بحجة إزالة الألغام. ترى هذه الحجة كيف تنظر إليها؟ هل هي فعلا من أجل إزالة الألغام، أم أنها في إطار التغيير الديموغرافي الذي ذكرناه في تلك المناطق؟ أن النظام الدكتاتوري الأسدي نظام ذو قبضة أمنية قوية جدا جدا، فمن أين ستأتي هذه الألغام لأهلنا في القابون أو في حلب أو في دمشق أو في أحياء أخرى؟ كل هذه محض أكاذيب. وإن وجدت بعض الألغام فهي بترتيب استخباري سوري لإيجاد مبررات لقصف الأهالي. تدمير الأحياء جاي لأجل تهجير أهاليها، ثم إحلال بكل أسف. ونحن ما لنا طائفيين، استجلبوا ناس من باكستان وأفغانستان وإيران وحتى من الطوائف الشيعية في لبنان بإسكانها في دمشق وحولها. يريدون أن يعملوا حزام طائفي حول دمشق، وتحت هذا الإطار جاء دمار الأحياء في دمشق والأحياء في حلب. عملية التغيير الديموغرافي للقابون هذا نموذج بسيط، هم غيروها في حي الميدان، حي وأيضا في منطقة الغوطة، طيب في حلب، في غيرها، وكلها تحت حجج واهية. يريدون مكافحة الإرهاب، الإرهاب هم صانعوه، الإرهاب هم حاضنوه، بالإضافة بدهم يحاربوا قال ويحرروا القدس، وكأن طريق القدس يمر عبر القابون أو حلب أو القامشلي. وصلوا حتى القامشلي وأبو كمال على حدود العراق، وجايين من بيروت، والكيان الصهيوني على بعد 100 متر منهم. هؤلاء دجالون كذابون. طيب، يريدون. أستاذ صالح، هل تتوقع أن يكون هناك أشكال أخرى لتوغل الإيراني القائم على مشروع التغيير الديموغرافي الحاصل في سوريا؟ نعم، هناك يريدون، هم يعلم الإيرانيين أنهم سيخرجون في يوم ما، لكن يريدون أن يتركوا جيوب طائفية يعبثون في أمن المنطقة لتاريخ طويل. هذا هو الهدف الإيراني الفارسي في هذه المنطقة. وللعلم وأحكيها عبر أثيركم الآن، هؤلاء الإيرانيون ليسوا أهل دعوة ولا أهل رسالة ولا بيعرفوا آل البيت. هؤلاء من آل صهيون. المسألة الثانية والمهمة ليس فقط تغيير الإنسان، هم غيروا حتى بالحيوانات. يعني أخذوا الماعز الشامي بالسلالة الأصيلة ونهبوها وأخذوها إلى طهران، أيضا الخيول العربية الأصيلة نهبوها وأخذوها إلى طهران، المخطوطات من المكتبة الوقفية في مدينة حلب الشهباء ومن مكتبات دمشق أخذوا المخطوطات، اللوحات الأثرية الحجرية ذات القيمة العالية شحنوها إلى إيران،
هؤلاء هم أعداء هذه الأمة، أعداء تاريخها، وأعداء حاضرها ومستقبلها. هؤلاء مجرمون. من إسطنبول المحلل السياسي السوري السيد صالح فاضل، شكرا جزيلا لك.